السلام عليكم. اليوم نتعرف على الخط نتاع السكك الحديدية الذي يقع بين مدينة خنشلة بولاية خنشلة، إذن هو مدينة عين البيضاء بولاية أم بواقي. إذن نروح نشوف الخط هذا أين وصلت، وسوف يكون لدينا صور في نهاية العرض هدايا عن الأشغال نتاع الخط نتاع السكك الحديدية هذا، واللي يربط إذا مدينتين عين بيضاء بمدينة خنشلة مرورا بمدينة فكيرينا. وهنا نشوف الطول نتاع الطريق هذا ما بين عين بيضاء وخنشلة، هو بالخط المستقيم فيه 46 كيلومتر، لكن في الحقيقة الخط هو فيه حوالي 52 كيلومتر. إذن نروح نشوف الخط هذا، وهنا نشوف الشغال تاع الخط هذا هنا يمر على جانب المدينة بتاع عين البيضاء، ثم ينطلق من هنا نلاحظ الأشغال هنا على المسار هذا بتاع الخط هذا اللي هبط منه. نزيد نتبع الخط هذا ونشوف هنا فيه بعض يعني الأشغال نتاع الممرات السفلية والعلوية اللي يعني تفادي المجاري تاع المياه، وكذلك تقاطعات مع الطرق مثال في هذه النقطة هذه. ثم نشوف باللي المسار تاع الطريق هذا راه تقريبا يعني مخدوم، و الطريق هذا إذن اللي قلنا فيه حوالي 52 كيلومتر، ويمر على مدينة فكيرينا هي اللي تتوسط الطريق ما بين إذن عين بيضة وخنشلة باتجاه جنوب. إذن نشوف هنا المسار، أنا أشوف الأشغال، فيه أشغال سوف نراها في الصور في نهاية العرض هذا. وهنا رانا على مستوى بلدية فكيرينا، إذن هذه هي. وهنا يتغير التاريخ بتاع الصور، هنا الصور هنا قديمة شوية، إذن الطريق يظهر هنا على مستوى مدينة فكيرينا. ونشوف المسار هذا، إذا فيه الخط هذا فيه 3 محطات، محطة في عين البيضاء، محطة في فكيرينا هنا، وكذلك محطة في خنشلة على مستوى ولاية خنشلة هنا. إذا هذا هو المشروع وين وصل. نخليكم تتابعوا الصور التي أخذت الأسبوع الماضي، والسلام عليكم.